أحسن الله إليكم. السائلة أم أنس تقول بالنسبة لخطبة الاستسقاء، هل هي خطبة واحدة أم خطبتين؟ الاستسقاء له خطبة واحدة، يفتتحها بحمد الله والثناء عليه، الشهادتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقول يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، وهذا هو المذهب أنه يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ثم يحمد الله ويثني عليه ويأتي بالشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بطلب الغيث، طلب السقيا، الأدعية الواردة، ويجتهد في ذلك، والمأمومون يؤملون على دعائه ويرفع يديه، يرفع يديه بالدعاء حال خطبة الاستسقاء، ويرفع المأمومون أيديهم ويؤملون على دعائه. نعم.